آمنة هاي الدو مش حقا ما تبين فطوم وياك الحين ما شاء الله عليها كبرت واستوت حرمة المفروض تبينها هبزينتي تخلينها ويا البشكارة يدو أنا أي عندكم عشان أرتاح وفاطمة الصراحة صياحة وايد عاد أنا ربيتكم كلكم وبالذات أنتي يا الله يا الله يوم تصارخين وأنتي صغيرة لكن عمري ما فكرت أخلي شغالة تقرب على وحدة من عيالي أنا ما داني البشكارة هتشل الياهل قلبي ينقبض يا ميثا يدو فطومي ذيبتها يبالي حجة بروحها بصراحة بنتي وايد حساسة من أقل حركة نش ألو هلا يا أموعي شو زلزال وين عندكم ازلوا شو استوى اوكي يلا بسرعة ها خير ان شاء الله ما حد متأذي زلزال في المنطقة الشرقية يا أمي ان شاء الله كلهم بخير لا الحمد لله الحين يمع شالينهم كلهم جايين وين جايين جايين هنا دكتور انا اليوم الحمد لله مبسوط يعني اليوم اشوف ان السوق شوي تنعوش الحمد لله يعني شوي الاسهم شوي بدات ترتفع اذا بقى السوق على حاله كذي يعني لمده سنتين انا ان شاء الله يكون بعوض ولو جزء بسيط من خسارتي ان شاء الله معقوله غريب سنتين ده انت على كده خسران جامد قوي غريب غريب بسم الله ابو احمد هلا انا عندي لك حته مفاجاه جميله بخصوص الاسهم اسهم ايه احسن مفاجاه بمليون درهم بهي مراتي بهبوها بعتها لك بتسلم عليك وبتقول لك هتبعت لك فطير مشلتت امشي يلا امشي 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 بعيد يلا امشي يعني انا الحين انا يا اتكلم عن الاسهم يا تقولي بهيه وما بهيه وهذا والفطير مشلتت هذه حالة هذه يا دكتور يعني انا وين من هذا ولا من الاسهم واحد يستهرس على اساس الاسهم شويه ارتفعت عنده يقولوا لي بهيه المفروض يقابلوني بشربات يقولوا لي شيء يفرح يعكر مزاجي يا غريب ما تعكرش دمك يا غريب الدراسات الغربية أثبتت أن تعكير الدم بيجيب أزمات قلبية وضغط دم دكتور نعم أنت الثاني بعد ليه الدراسات الغربية عندهم مصطلح اسمه تعكير الدم أيوة يا أخي تعكير الدم يعني ضغط الدم العلمي بتاعه صدق أنا إذا يعني الضغط في هالبناية ومت سبب انت وعطية هذا طب وانا مالي انا مالي وانا كنت عملت الاسهم انا مالي انا وش اقول لك يا ابا وش اقول لك عموتي ميثا منه سمعوا انا يارس كذا يارس الطالع في الحجرة شفت اللي دار كان سي شرق يا الله قلت هاي شرق بعد ويش تبطل ده هي يا دو ابوي كان اسوي شرق قلت ما علي برقد انا ما علي منه واشوف اسوي شرق اكبر وكان يتبطل يدار قلت يمكن جني بيطلع علي الا الزلزال اقول ليش قام يخضخضني في الحجره يوديني يساري يوديني يمين اقول ليش اليدار مره كامل تشقق يا عمو والله ما قص عليش نعم ما يحتاج تحلف يا معي ما يحتاج فعليك انا موجود ياهو تشقيق ياهو تنقيق عسميها تقورت البيوت تقوير أنا أبوك ما بتقطع علي فؤادي ولا متشفشف علي كبدي غير من بيت الحمام اسمي تقلع بيت الحمام تقلع لا بقى سيم لا بقى تباب أبوك حتى أبو مسرول طار أبو تاج طار القلابي مالك تبع الدرب وروح وأبوي القلابي طار طار أبوك انقلب عليك تريلا إن شاء الله انقلب عليك تريلا وأبوي سمعوا وش جالس يقول سمعوا إلا أنت ما تدري بخارنا وش استوى فيه بخارنا كله طاح ما تمت لينا ولا يونية صاحية العيش والطحين والقاشع والكلعومة كله زال إيه والله ما عليك بباتة من هذه لا ما عليك دام أن أمي بخير وأنتوا كلكم بخير هذا الهم عندنا إحنا ولا ما علينا من الباقي كله فعليك أنت بس وأبوي هذا كان عمي غريب ياي دكتور فيها غريب اللي طلعت من الشقة دكتور إيه إحنا في الطابق السابع ايوه في الطابق السابع ودي شقتك يعني هذه شقتي انا اي ودي شقتي ودي شقه عباس سبحان الله في ايه مالك في ناس في شقتي عمي ويسر دخلت راسك هكذا ورديت طلعت ها بيتك تعال لا ابوي بيتي هذا هي بعوش وانت نسيبي وش هي بعوك يا ابو الله يديك انا يمع القلابي وش فيك في ناس في بيتي كينا ما قالت لي هاي لأهلي أنت ما مشترك في خدمة الأخبار السريعة وش؟ كنت مشترك وكنسلت بصراحة
يا ابوي ما خلونا، يا ريت كل دقيقة خبر، كل ثانية خبر، خبر ورا خبر، خبر ورا خبر، يدينا نكد واحنا بس نقرأ نقرأ، ويا ريت في أخبار بعد حلوة، إلا أخبار محزنة، إلا انقلابات، إلا تكسيرات، إلا حرايج، إلا جتل، إلا معارك، انذبح لي يا ابو، كنسل، ارتح، ايش حاجة تسأل؟ اسمع الدكتور، اسمع حمشي يقول لي كيف ما تندل، مستوي زلزال عندنا هناك في المنطقة الشرقية. هي غيبة. نعم، البيوت ماشي اقول لك قامت تتخضخض، كل واحدة تلز على الثانية ويترنقصن، هوش هوش هوش، البيوت قام تسوي هوش هوش هوش. زلزال زلزال مستوي عندكم هوش هوش، خبرة انت ويش؟ يا ساتر يا رب، معقولة زلزال وفي الامارات؟ انت خبيل ويش دكتور؟ اقول لك الزلزال هذا ما عنده، ساير راد ساير راد، قول حمى. هي انا خافيت على اهلي، قلت لهم ابوي تعالوا قوموا سير هنا اخف شويه في دبي. ها قلت لهم تعالوا سير هنا اخف في دبي، قصدك يعني هنا اخف عند غريب، يعني يجون هني في شقتي انا. عمي كان لا خبيل. قلت انا احسن لهم، ترى بارك الله فيك فهم علي. اقول لك يلاعبنا هوش هوش هوش. اه صحيح، يعني الزلزال يلاعبكم انتوا، قلتوا نحن بنلاعب غريب. يا سبحان الله. عمي الله يخليك افهمني دخيلك الشيمة، انا قلت ترى هذا المكان ستر لينا وملجا لينا، ترى بيتك بعد شو اسوي؟ انا ما شايل في الدنيا ديرك انت. لا انا ملجا حق الناس كلها، انا ملجا الامه كلها. دكتور. نعم. من فضلك يا دكتور. تفضل. قلت لي تعكير الدم يعمل ايه؟ للاسف يا غريب بيجيب كل امراض القلب والشرايين. اعتبرني انا مت يا دكتور النهارده. وش وش مش عارف. الله يكون في عونك يا غريب من تعكيرة الدم دي. أنا أدري إن هذيل ضيوفنا، أنا رأي أصول أعرف الأصول، ضيوفنا على عيني ورأسي من فوق، بس يا أبوي أنا مو بيعلس في فيلا، أنا يعلس في شقة، شقة. أنا لو في فيلتي بيجلسهم في الصالة وأنا بجلس في الحوي برا، لكن هني ما تقولي لي وين يجلسون وين يرقدون. يا غريب الله يهداك، أنا روحي ما أعرف ما أعرف، لكن يعني ما اقدر انا ابين لهم الصراحه، هذيل ضيوف نعيب. تفضل. ابوي يا مو عيوعان ويقول لك شو مسوين غدا، لان الزلزال خبطنا خبط. غريب ابوي انا اقول احسن شيء تطلب لهم اكل من المطعم، بصراحه انا ما اقدر اطبخ غدا لهذا العدد. مايا امي مو تسالك وين الجبله؟ ودي انت ايش بلعت؟ انت ما رديتي عليها ولا ما تعرفين الجبله ولا ما تصلين؟ ايش حق ما تقولين لها؟ يا اخي شو ما اعرف؟ لا اعرف طبعا وقلت لها، بس قالت لي ان انتو يا حال وصيري خلي امك تخبرك. لا وتبى تعرف الانحراف العمودي والافقي للاتجاه. الانحراف الافقي والعمودي للاتجاه؟ هي تبغي تصلي ولا تبغي تبني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا الظاهر ان الزلزال اثر وايد على امي معه. هذا الله يسلمك يقول لك الزلزال تراه من علامات الساعه يا ابو زين. لا عمي اسمع انت اسمع. هذا يقول لك من كثر التكسير اللي بالك اما من كثر ضرسك ان شاء الله يا يمعه. انت حق الواحد مسوي عمره مثقف ومسوي عمره فاهم يا ابوي، هذا كله يسموه تغيير دمرغافي، ظروف دمرغافي. تغيير شو؟ تغيير دمرغافي. لا دمرغافي، تغيير دمرغافي. انا ممكن يعني انت يعني مسوي عمرك يعني مو يعني فطينه الحين، دمغرافي قصدك تقول؟ هو ابوي انا ايش حق تفتون يا جماعه، يا كثر المدعين هالايام، وش دخل الدمغرافي الله باسم الزلزال؟ انا اقول يا غريب هذا طال عمرك يسموه حيض البحر، انتو تسموه المد الاحمر. اي بس يا الله يهدينا ويهديك يا ابو زيد، ايش دخل بعد المد الاحمر بارك الله فيك في الزلزال؟ والله تبى الصدق يا غريب انا ما ادري، لكن سمعت الشواب يقولوا يقولوا هذا حيض البحر. والله يسلمك هذا يوم استوى حيض البحر السمك كله وصل السيفه لونه احمر. اي والله حاض البحر يقول لك، حاض البحر واستوى لون السمك احمر. احمر اي ما شاء الله عليكم ما شاء الله. اي والله يمه ممكن كلمة راس بارك الله فيك. وش تباه باكلة بس باخذ بكلمة راس سموحة منك عاد. ها اي معلم بارك الله. سير ابوي سير ان شاء الله. وش شو بعد وش تعال ابغيك بكلمة. انا خليتنا الحين نهد الحوار ونتكلم، احنا خلنا نسمع حوارهم.
زين حواركم عاد مصدق الحوار دكتور ما ادري منو يارس ويا هذاك الدرمغ الغافي وحيض البحر. اسمعني انا كلمت دكتور حوده عشان انتم تشيلون ترقدون عنده. وش شبلك شبلك الشيء بلا يفد علينا؟ قلت شيء غلط؟ انا قلت شيء غلط؟ الشقه صغيره ما تيزي ما تسدكم انتم كلكم ما شاء الله عائله، فانتم الرجال تصيرون تركضون عند دكتور حوده. قلت شيء غلط ريال عزابي؟ لا عمي ما يستوي هالشكل. كيف انا اسكن في فندق ولا اصير اسكن عند حد غريب؟ هي ما يستوي. بعدين ابوي اذا درى حرام لي يعصب ويدق سيارته وسلف يروح وين؟ المنطقه الشرقيه، وان شاء الله الزلزال يستوي على راسه ما طلع. هي انت ما تعرف ان ابوي عصبي؟ هذا يسموه شيخ الصيادين. و ابوك شيخ الصيادين؟ و ايه شو البلش هذا اللي انا بترشت وياه هذيلا؟ خل شيخ الصيادين عندنا هني عند شيخ الدراولية. انا شيخ الدراولية. نعم قابل. انا قابل. خل شيخ الصيادين ابوك هني، انت واخوك زيد تصير هناك بارك الله فيكم، ما في شيء. كذا انا موافق. ها موافق. توكل على الله. اقول لك يوم طلعت القرقور من البحر كان الاقي فيه يوتي من رياضة. اه يوتي يوتي من رياضة. يوتي شو؟ جوتي هاي اللي لبسوه من رياضة. جوتي استوى يوتي. ايه وعاد انا قلت لعمري وش دخل اليوتي في القرقور؟ ها الا شوي واشوف دخل هامور. عاد وش من هامور مصيبة دغص نهم عود. وكان اشوفه دالع كذا رساله كذا مسوينه وكان يدخل القرقور. يا غريب غريب غريب. ها انت وراي ولا ما وراي؟ ها القرقور والهامور انا ورا واليوتي انا قدامك قدامك يا قدامك يا لسنا. زين ايه الجوتي طلع جوتي الهامور يعني؟ لا انت يا سمعو وين جوتي الهامور؟ من متى الهوامير تلبس جواتي؟ الله يهداك. أه؟ اسميك ماما البحر طلع غشيم غشيم. زيت زيت يا غشيم. يا الله السبوحة عاد السبوحة. والله يا اخوي انا عقب الغداء بتعود ارقد، واليوم بعد اللبن مسوي شغل. أقول يا غريب يا حلقك كنه حلق الهامور اللي لاحق الجوتي في القرقور. دكتور. نعم. أنت دكتور؟ أنا الحمد لله. يمع هذا دكتور يقوله أنا أقول خل التور وشل الدك، واللي هنين عيال عرب عيال قبائل، بدل ما تبينا تيس عربي وتقبل فيه على القبلة وتجر على السكين، جايب لنا قار أبيض تدكنا قار أبيض. ده مش قار يا بيدي جبنا. كيه قول لي كيه 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 شو شايفنا احنا شوارع؟ جايب لنا يجيب لنا شيء، جايب لنا يابس يجيب لنا شيء ينزل لنا. الله وشبه هذا قول لي وشبه حرام ما كليته. أقول لك يا 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 أخي يا أخي يا يموع يا يموع يا حبيبي يا زيد يا حبيبي، أنا دكتور وعارف أنا بعمل إيه. يعني لازم بالليل تاكلوا لقمة خفيفة عشان المعدة، عشان كده ممكن تعيشوا حوالي مثلا ايه عمر الفنانه صباح. صبح بك كلب على حلقك. جايب لنا هذا جايب لنا ذبيح احنا بناكل عيش ولحم احنا، جايب لنا هذا فستق هذا مطحون وشباب هذا فول احنا ما ناكله. سير يا ابوي جيب لنا ذبيحه هي ما يتمد مليوع الله يلقعه. يا يموع يا يموع لو كلت بالليل ذبيحه هتعيش عمر الذبابه اسبوعين. حرام ما نشيت اقول لك. هنش فين؟ لا ما لا ما تنش اقول لك. انا هنش لسه اقول لك. ما انا هقول لك لسه اقول لك. انا لازم انش الباب ما حد يهده غير القلام. معلش بقى ما تهد الباب. يا بيتي انا مش بيت نسيبك غريب لما عمي غريب قال لي هد كلبي بالعماره مالك شغل انت ما تهد الباب. لسه ما نشيت حرام ما نشيت. لا حول ولا قوه الا بالله. حيا الله على غريب. لا حول ولا قوه. حياك حياك عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله تفضل. ما شاء الله مبسوطين. شكرا شكرا. الظاهر انت مستانس وياهم حطهم عشاء مبسوط. ها مبسوط قوي قوي قوي. الواد زيد قال لك اخر نكته. ما شاء الله دمه خفيف قوي. يا حليلهم والله يستاهلون. دكتور. نعم. تبادل. ابدل ايه يعني؟ قصدك تاخد دولة وتجيب ابوهم بدلهم؟ انت مو قادر على ذي تقدر على ابوهم. ابوهم اشد عنهم. ابوهم مطلع لي قرون يا ريال وراه وامير جواتي. لا 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 تبادل ايبرك عيش ولحم تعطيني دنقو. دنقو حق ويش؟ قول لي دنقو حق ويش؟ حق ابوي قتلت ابوي وش فيه ابوي؟ قول لي شو فيه حق ابوي وش فيه؟ قول لي بودي الدختر. هي شو تودي الدختر؟ ما تودي الدختر دنقو بيقتل ابوك.
يا ابوك وابوك تل العماره كلها ولا يموت. ايش بلاكم انتوا هذيتوني هذيت العالمين؟ توني انا ساير اصلي ويا العشر هديم المسجد وهو يضحك وينقع من الضحك. بس ما ادري توحام شي بلا الا مصر ياكل دنقو وانا يبني دنقو. ايوه قتلوه ابوي قتلوه سمموه هاي سمموه دموا عطوه دنقو لققوا دنقو لما يرتفع في السكري. انا بسالكم سؤال، انتوا هناك كله كذب مثلكم انتوا الاثنين؟ اذا كانوا اثنين اخوان شي يسوون؟ يا اخوي انتوا اخبار فيكم؟ شو السالفه؟ انتوا عايشين على الزعيج. يا ابوي ذبحتونا ذيتونا. ايش دخل الدنقو والحين في السكر؟ انت ايش حق تدعي؟ انت ايش حق تسوي عمرك فهيم؟ ايش حق تقول شيء ما تعرفه؟ ايوه انت المثقف، انت المتعلم، انت وياه دكاتره، ولا انا واخوي بقوم كبو جنين. يمعن ذاك اليوم ابوي ما كان عنده عيش مالح؟ نعم. ما شرب لقن كله صرابي؟ لقن نعم. نقع في الضغط ولا ما نقع؟ نقع وحتى بحاله كان زي بق بق بق. حرام عليك. بق بق. ابوكم يبقبق بعد عايش؟ هذا خير ابو هذا اللي يبقبق وعايش؟ كيمشي كيرمز؟ ابوكم انتم ما تستحون على ابوكم، تعطونه بيب مالح، ما تبون يرتفع الضغط عنده؟ يا ابوي دكتور دكتور تخبر هذا متحف قاعد يشوف شيء غير. دكتور عندك دنقو؟ دنقو حمص، الحمص بتاعك عارفه. عندك حمص ما عندك؟ حبار زيهم غريب. ما هو بارسابي انا بزيهم غريب يا حبيبي. ايه تفضل يا انا تعبان مش ناقص يا غريب. العيال دول بصراحه ما سابوش اي حاجه، مسحوا كله، ما فاضلش غير ده. لو عايزه خده. اقول شوكل ابوكم الحين. جميل. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. تصدقون سبب الزلزال عندكم هناك منو؟ انتوا سبب الزلزال. لا تقولوا لي بار ولا تقولوا لي الديموغرافيا، وانتوا سبب الزلزال. عباس بلي شنو هذا؟ بعد شنو هذا؟ قولي. شايفه هذا مال توث بيكس؟ خو هذا التوث بيكس مال سيراميك، يكسرون سيراميك. بكسر لك سيراميك مال حمام، بركب لك رخام نمبر 1. عباس انا اقول لو تجيبون حقك هذا تيب بيرفيتر، يعني احسن انت ما تعرف شيء. منو بيرفيتر؟ بابا كم مره علمتك لغات؟ اسمه بوي فيتر. بوي فيتر رايتشن رايت له لا يكفت ان شاء الله. قال لي 10000. قلت له 10000 زقوم في جبدك ان شاء الله. انا بسوي حقك. قولي بلاش، بس اعطيني شاي سنجين. جرس خليها. ياك 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 بيتيه ماشي له. بو احمد السلام عليكم. مرحبا. هود هود حدا تفازل تفازل. كيف حالك؟ قولي خوبه مع الحمد لله. ماما خوبن ان شاء الله. ان شاء الله. عباس خوبن؟ هاي خوبن. عباس سامحوني، يعني انا اسف ازعجتكم. نعم عباس الجار للجار، وانا يعني شويه عندي طلب مستحي منك يعني. بو احمد تفضل. وايد سمعت كلام هذا، نفس الشيء. عارف وراك شيء امر. بغيت دنقو حق ابو يمع اذا عندكم. دنقو مطبوخ ولا ني؟ والله يعني اي شيء يعني، بس اذا كان يعني مطبوخ يعني ومن ايد قولي بعد يعني احسن. عمر غريب شو عندك ماما ياسين تهرتمون بروكم؟ لا إزاك الله خير، إزاك الله خير، والله ما تقصرين. ما نتهرتم بروهنا، لكن عنا نبغي شوية دنقو من يدك الحلوة. إزاك الله خير. قولي بلي سوي حق بو أحمد دنقو مزبوط. أنت في فلفل أحمر شوي بعد إن شاء الله. بو أحمد تأمر أنت. مشكور مشكور، بس أبيك شوي، عندي شغيل بعد. أي بعدين أروح وي. لا لا عشان تأخذ دنقو بابا. إيه؟ عندي شغيل شوي بس. أنت تعطيني دنقو تبغي تشغلني؟ أخذوا عطى بو أحمد. أنت عمرك ما سويت شيء لله. أنا قايل أنا الدنيا كذي. بو أحمد ياوي شو هذا؟ شيل هذا شوي. شو هذا؟ يلا تعال معي. هياك رحت فيها. يلا بسم الله. أمي آمنة سيري هاتي للحاف. أي بالحاف أمي؟ أمي سيري إن شاء الله. أمي ما تبيني أسير أسوي له كورن فليكس؟ يا أمي ما يبال الريال تعبان، ما تشوفينه راقد؟ أبيه أبيه لحالية لحالية. السقبطي السقبطي زلزال زلزال. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الرحمن يا أبوي. أبوي معم ما في زلزال أبوي، إحنا في دبي. دبي ما في زلازل. لأن السقف ما بيطيح ما في زلزال. سامحوني يا أبوكم سامحوني، تراني متروع. بعد 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 بعد
بعد بعد بعد بعد ما اتفقنا اتفقنا من هذا شوي وانت شوي لا من شوي من شوي صبر زين يلا واحد اثنين سوي تزال لحو علينا لحو علينا بالموت لحو علينا بعد 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 شوي قدام كسر كسر ما خلصنا شوي باقي شوي باقي ابويه هيا عقب طلعوا طلعوا عن الموت طلعوا يا ابويه من العبود زلزال ناخذكم لين هني بلاشي صامت 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 أنا شوي أنت شوي باقي شوي باقي شوي باقي شوي باقي شوي يلا أوكي خلص حمام خلص حمام يلا يلا يا ساتر إيه اللي بيحصل إذا شكلنا هنموت يا جلاد وابي الحق الزلزال لحقنا الزلزال لحقنا وابي الله يلقعه من الزلزال أبوي قوموا خمس شرط قوموا خمس شرط في الدرج يلا يا مو استراحات استراحات عباس بس بارك الله فيك واي 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 يعطيك العافية يا ابو احمد كسرت بيتنا لو هات كسرت هات لا ماجي بلك ترقل ماجي دنجو يمسك الدنجو ارفع صوتك ارفع صوتك الدنجو يبتلك مالك اللي طلبتي الدنجو 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 يبتي ليش؟ انت طالب ابو احمد انت منو؟ ابو احمد انت ما تسمعني؟ ما تسمعني؟ هاي بتكلم يا نفسه هذا ما ادري والله يلا بسير انا ابو احمد سلم على اهل يمه سلام وايد منو؟ سلم عليهم منو اتفل عليهم ليش؟ بابا سلم على اهل يمه قول لهم عباس يسلم عليكم راسي عورني عباس يا الله ابو احمد ما تسمع ليش يا اخوي شفيك شفيك انا باخذ الدنك وبصير بيتنا خلاص ايه روّي راسي ما علي سلم عليهم انت تسمع عباس ما يرد علي ما يسمع مسكين صار اسمع ابو احمد ارد عليك ما تقولي ها 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 يا الله ابو احمد روح خلاص خذ دنجو مالك روح انا اشوف دنجو الله مشكور يا عباس هياك الله ها هياك الله اي يا حليله من هذا استوى اصمخ ما يسمع يلا اجر عافيه جزاك الله خير ها جزاك الله خير ابو احمد ليش معصب بروح بيتنا طالع يقول انا ما اسمع هو اسمخ يا ابوي الحين انا ابغى افهم في زلزال ولا ما في يا عمتي عم امشي يغب خلينا نقنع الرجال تقنعني بايه انت تقنعني بايه انت اي بالعافيه يا ابوي اسمعني اتصل ابوي حق دفاع المدينه خليهم يكشفوا على العماره يمكن فيها شيء خربانه شيء فيها بيطيح علينا يا جماعه ما تخافوش انتوا خايفين بس من اللي حصل لكم لكن انا باكد لكم ان دبي ما فيهاش زلازل الو ايوه ادفع يا مدني ايوه وحياة ابوك يا شيخ الله يخليك خلاص انا هستناكم ها وحياه ابوك يا شيخ انا هستناك خلاص ماشي يلا مع السلامه خلاص يا جماعه خلاص خمس دقائق بالضبط ويكون الدفاع المدني هنا ان شاء الله عطيه ترى قذيتنا اسمعني عاده انا ضربني عقر بقر في اليوري ما رو موقف كلهم دهديون اي والله صدق حتى انا عندك ساح اليوري ما راي موقف ابا عمالك هكذا انت عندك هشاشة عظام ماك ساح يا مو والعذره مو بوقتك الحين يا جماعه ابويا وين وين تعالوا غريب وين غريب ها يمكن يكون طاح عليه شيء هو الحين بين الحياه والموت غريب شوفوا
السلة وخبز وقافي بعد وياهم بعد. انت هني خبرني شو بلاك شو استوى شو صار وياك صار لك شيء؟ سبع شهر شو بلاك؟ ويدي بسم الله ما حسيت بالزلزال. اي زلزال شو فيكم انتوا؟ اسمع انت عمي اسمع يقول لك الزلزال لاحقنا لين هنا لين دبي العمارات من يتلاطم ويد خاشم يقول لك انت راقد على عمرك ويش؟ ايش بلاكم على سبع شهر هذا يا ابوك ما بزلزال هذا الكلب لاحقكم شو زلزال ايش بلاكم؟ ما تم علينا شيء ما تكسر كل شيء يتكسر وانت ما تدري شو؟ كل شيء يتكسر انا طال عمرك صرت عباس عباس يارنا ايه؟ علشان اسوي لك الدنقو بارك الله فيك انت مو تبغي دنقو هذه اجيب لك دنقو انا زين ابوي انت طلعت برا العماره هاي حماره ايش بلاكم والله ما حد ايش اقول لك صبر زين علي رفقه ما نشيت الباب انا بهدو عمي صبر يا ريال ما صبر اقول لك الباب ما حد يهدو غير انا افتح الباب عافيه عافيه بالسمعه عافيه بولدي عافيه بولدي جودوم مرحبا غريب لا يمع القلابي وياك وين غريب؟ هاكو داخل زق الريال عمي غريب ريال مال المطافي بك مال المطافي؟ نعم وافو يجي قم قم ورا ورا قم الحقه الحقه والدي الحقه الحقه يلا 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 ما يسوى علينا السلام عليكم شو سالفة الزلزال اللي ببيتكم؟ لا طال عمرك زلزال لا هو أنا طال عمرك سابي هذيل سباي جايين من هناك من المنطقة الشرقية وهناك استوى عندهم زلزال فهم خذوا أهلهم يعني العائلة الكريمة يباتون عندي ومن الروع اللي فيهم قاموا يحلمون بزلازل فوبيا فوبيا لا أكثر ولا أقل وين فوبيا الله يبارك فيك بوبيا يا بوك ما بقى شيء ما تكسر الدنيا كلها تحتقت فوبيا بو أحمد خير شو مستوي دفاع مدنيتكم لمبة مالكم محروق وأهمل لمبة مالكم محروق دفاع مدني يعدلون لمبات زين يوم يهت دفاع المدني متروعين متروعين من شنو؟ متروعين ويش بعد الله يهديك عباس العمارة هاي صوفيا زلزال وقامت تتخفخف محمود انتو راجين على عماركم ويش؟ أنا بو كل هالبنايات تدقدق تدقديق وانت ودك نايم معكم خبر؟ ها أكيد عيب سبت المكينة هذه لأن أبوي الله يسلمكم كان يكسر السيراميك في الشقة هذه استخدمتوها في الشقة؟ بلي حزرة صاب الدفاع مدني لديك أقوال أخرى بس عيل هم هذا لو هالمكينة هم اللي خضخضوا الدنيا وكسروا علينا العمارة زخهم ويا مكينتهم عباس تعالي انت كنت بتتسبب ضرر كبير في العمارة ليش حزرة صاب مدني ما سويت شيء أنا ما شغلته عيل منو اللي شغله عمي غريب أبوي لجأ لعمي غريب بما أنه جارنا وفاهم فعمي غريب يا وشغل المكينة وابوي ما قصر كسر السيراميك اللي في الشقه كله غريب عين انت تعال يا افا افا والله افا عباس اشوف السالفه ردت علي انا ما حد رد عليك ابو احمد الحقك انت اللي شغلته وانت اللي كسرت الاماره بس خلاص عيل دام ان عمي في السالفه ازهل الموضوع ابوي زلزال زلزالنا مره طب السالفه هذا عندكم انتو هذه اجراءات ولازم نتخذها تعالوا يا غريب والزلزال هذا مر على العمارة وهدمها وشل اللي فيها وافتقيت من اللي حوالي كان أنا بخير